وكاين عندنا دي فونكسيون كيخلوك تجبد داكشي اللي بغيتي. دونك سي فونكسيون فون نو بيرميتر ديكسبلواتي لي دوني سيليكسيوني بار نو تومبليت افان دو بروسيدي دي ترانسفورماسيون بلوس او موان بلوس او موان كومبلكس. والا كي قلنا الا ما خدمناش على الفونكسيون ديالنا فاحنا غنكونوا كنحولوه لواحد لاباج اش تي ام ال ما عندها علاقه مع هذاك اللي كسمي اللي كان في الديبار. بحال كي شفتوا دابا اول وحده هي لا فونكسيون فاليو اوف. انا هنا كتبت لكم سميتهم ولكن جميعهم كيبداو بالاكس اس ال تي. هما دي فاليز يعني حنا راه خدامين في اكس ام ال يعني غنديروا دائما الباليز اكس اس ال دو بوين فاليو اوف. دونك هاد لا فونكسيون هادي شنو الدور ديالها؟ يل بيرمي ديكستراير لا فالور دان اليمون اكس ام ال او لا فالور دو سي اتريبيو. دونك هي اللي كتخلينا نجبدو هذاك الشيء اللي كاين فوسط لو دوكيمون اكس ام ال. دونك باش تنجبدو كنستخدمو لا تريبيو سيليكس. عندها هي واحد لا تريبيو سيليكس وفوسط سيليكس كتحط كدير واحد ليكسبرسيون اكس بات صافي. دونك هذه هي اللي كانت ناقصانا حنا دابا في هذا المثال. انا سيدي نقولو ما بغيتش بونجور نقدر كاع نخلي له بونجور هنا مثلا باش يتافيش عليا شي حاجه ونجي انا هنا ما بغيتش غير بونجور بغيتو يجبد لي هذه الكلمه ليفر 1 اكس اس ال تي 2 بوين فاليو اوف وغادير سيليكت ودير ايغال اونتر غيمي وتسد. هنا اونتر غيما شنو كدير غتجيب له يعني لو شوما ديالو اكس بات. انت دابا في هادي راك في لاغاسين بغيتي تخدم بلي ارشي تخدم ما بغيتيش تقدر دير مثلا تايتل نيشان يعني ب احنا هذا قلنا بلي يعني بشوما غولاتيف دو زونتي سلاش شفتوا عطاتني دابا ليفغ يعني انا عرفت نهز ليفغ. دابا تخيلوا مثلا انا عندي ليفغ باس غيكونوا عندي مجموعه دونك نزيد ليليمون غاسين فيه ليفغ بالاس نجي هنا ونسدو زدتو غير لا غاسين هي اللي زدت. دابا الا مشيت جربت ها هو عادي حيت عطيتو ليليمون انايا هنايا عاطي ليه شوما غولاتيف تيمشي يقلب على تايتل و تيافيشي. دابا الا عطيت له ليفغ اخر نجي هنا وندير له ليفغ دو درت كوبي كولي نعطيه يكونوا فيه ثلاثه ديال لي ليفغ نشوفوا دابا واش ما يوقع له لا امبيغويتي لا والو غيهز لينا هذا الاول ولا اش غادي يدير. شفتوا كيدخل كيقلب على تايتل وخداه لينا اللي لقاه وخداه. دابا انا الا قلت له لا بغيت انني ناخذ مثلا تايتل ثاني هذا هنا دابا كلشي الخدمه كتولي عندي هي اكس بات نجيبها صحيحه صافي. كتب ملي كنكتب لا فونكسيون بغيت نجبد شي حاجه كنفهمها بانها هي لا فونكسيون فاليو اوف كيبقى عندي انا الخدمه هي يعني الاكس بات ديالي يكون صحيح ليكسبرسيون اكس بات تكون صحيحه. دابا الا درنا ليه بوين يعني لي اون كور اون فوار فوالا دونك بوين حيت انايا داير له هذه في الماتش ديالي هي ليليمون غاسين. الا درتي ليه بوين يعني كتدخل على هذا نفسك يعني ليليمون غاسين هو راه سيليكسيون لك هذا سي بون. فاش كدير ليه بوين يعني كتقول له الفاليو اوف كاملين دونك الفاليو اوف ديالهم هو عوض ما تيكتبها لك غير باليز اش تي ام ال تاخذ لك القيم اللي كاينين ديالهم هادو ليفغ 1 2 اكسيتيرا. دونك الا درت ليه دابا هكذا ليفغ جوج اللي درنا ليفغ جوج دونك ها هي عطانا ليفغ جوج عطانا لا فورماسيون ديالها. بغينا نجيبو حتى التايتل هكذا اللي يكون عندها بزاف د المعلومات كنديرو له تايتل شو غيعطيني نفس النتيجه. علاش؟ لان مثلا انا دابا هنايا الا زدت ليها معلومه واحده اخرى باش نشوفو الفرق بيناتهم. هادشي خدمه اكس بات درنا مثلا بري 200 بري فانا دابا فاش نهز مثلا هاد بري نعطيه لهاد الثاني حتى هو ندير له مثلا 1200 فاش ندير نخلي ليه تايتل كيعطيني دائما التايتل تيدخل ليفغ وتعطيه التيتغ ديالو هو داكشي اللي كاين. الا خليتها كما درت قبيله يعني غير ليفغ الجاوج فهنايا غادي يعطيني جميع المكونات. شفتوا هنا
الليفر كيعطيني جميع المكونات ديالو لانك ما خصصتيش، لان دابا ولا دخل هاد الليفر ما بين لوفيرتور ديالو وفيرميتور لقى جوج الحوايج، دونك عطاهم لك بجوجهم. هادشي اللي خصنا نفهمو، كلشي الخدمه تترجع للاكسبات في الاخر باستخدام بيان سور لا فونكسيون اللي هي ضروريه اولا اللي خصها تجبد لك الخدمه اللي بغيتي. دونك هذا هو الدور ديال فاليو اوف، هي تتسليكسيوني لك هذاك ليليمون اللي بغيتي. دابا اوكا انت بغيتي تبوكلي على دي زليمون، مثلا بغيتي المهم جو سي با عندك شي خدمه فيها بوكل، كتدير فور ايتش واحد لا فونكسيون اللي سميتها فور ايتش وكتسليكسيوني كلهم كيما قلت لكم. هاد لي هاد لي باليز اولا لي فونكسيون كيتهتم عندهم سيليكت، اغلبيه عندهم هاد ليليمون اولا لاتريبيو سيليكت. لاتريبيو سيليكت هو اللي كتكتب ليليمون اللي بغيتي تخدم عليه. فاش كتقول فور ايتش وكتعطي ليه واحد ليليمون معين فهو غادي يخدم عليه، وكدير هنا لو كونتوني اللي بغيتي تخدم غيخدم عليه وغيبوكلي بحال بوكل. هاي نعطيكم مثال هنا، الا درت ليه فور ايتش بيرسون يعني كنقولي على كل بيرسون، لا كانوا لي بيرسون معاودين كنقول لي مثلا جيب لي سميتهم البرينون ديالهم وحطوا لي في ان باراغراف. فهي نديروها هنايا جو بو ميم فير ان كوبي كولي بور الي بلو فيت. مثلا انا عوض هاد بونجور هادي فلان ولا غنحيدو هادي نخدمو على فور اتش. يعني كنقول لي على كل ليفر غتدخل لكل ليفر، واش غدير ليه؟ غتجيب لي مثلا نقولوا هنا بغينا ناخذوا ليه بري، غنجيب لينا بري. دونك هنا نورمالمون غادي يطلع يطلع لينا نديروا لهاد لو بري عندنا جوج اللي فيهم لو بري. دونك هما كما كتشوفوا عطاني لو بري ديال الاول وديال الثاني، الثالث ما لقاهش راه ما عطانا والو، غيعطينا واحد لا لين فيد. الا زدناها ليه درنا لهاد الثالث هذا حتى هو تايتل رجع هادي زدت ليه لو بري نبدلو هكذا باش يبان 400 مثلا نعاود ها هي غطلع ليا 400 صافي. دونك هادي سي كوم اون بوك. الناس اللي كتكون عنده شويه لا باز في لافورماتيك كيولي يجي هاد الامور بسيطه بسيطه للفهم، اما لا سينتاكس راه عاديه خصك تابليكي وتعاود وتكون كتخدم الحاجه باش تتعقل عليها. ولكن حنا بو امبورت يعني الانسان حتى كان غيحفظ راه غيحفظ على الامتحان بوغ يعني يدوزو صافي، اما هي الخدمه ديالك ما فيهاش الحفاظه. ميم لي زيكزام لي كونترول يعني تمشي مثلا دوز شي امتحان عند شي شركه ولا راه بعض المرات كيعطيو لك الكونيكسيون اوتوريز إلا كان يعني امتحان تكنيك. دونك كاين عندنا اوسي واحد لا فونكسيون اللي هي لا فونكسيون سورت. سورت كما كتعرفوا هو لو تري بلونغلي. دونك هنا لا فونكسيون xsl2.sort هي اللي غدير ليا لو تري، حتى هي كاين عندها سيليكت يعني هذاك ليليمون اللي بغينا نديرو به لو تري، او كنعطيو من عندنا بزاف ديال لي زاتريبي اوبسيونيل الا بغينا. مثلا قبل ما نشوفو لي زاتريبي اوبسيونيل نشوفو، شوف مثلا هي في الغالب كتخدم مع فور اتش يعني حيت كيكونوا عندي مجموعه ماشي انا ما عندي حتى حاجه وما دايرش داير لو تري على واحد. مثلا انا جو سيليكسيون تو لي بيرسون توت لي بيرسون، وفي سيليكت قلت انايا في سورت درت سيليكت برينون يعني اش يعني كنقول ليها غادي ترتبي على حساب لو برينون عاد تنافيشي المعلومه. جينيرالمون يوتيليزي او سان دون فونكسيون فور اتش كيما قلنا في الغالب كنخدمو بها في وسط فور اتش، حيت فور اتش كتعطيني مجموعه. كاين عندها دوطخ اتريبي اوبسيونيل، مثلا كاين الاوردر. الاوردر هو اللي كيعطينا بحدا يعني حتى سيليكت كدير اسباس وتكتب اوردر ايغال اسندين يعني كرواسون ولا ديسندين بوغ ديكرواسون كيز اوردر ابر فيرست. هذا الترتيب ديال واش بغيتي ترتب الماجوسكول هما الاولين الا كان داكشي عندك مخلط. كيز اوردر ابر فيرست لاور فيرست بالنسبه اللي بغينا نسبقوا لي مينوسكول هما الاولين. وبالنسبه للداتا تيب كتعطيه لو تيب ديال الداتا اللي غادي ترتب واش تكست ولا نمبر. هنا الا بغينا نحددو لونغاج ديال لو تري ديال داكشي اللي مكتوب يعني الا كان تكست باش مكتوب باش تعرف اللونغاج. ابري الا بغينا نخدمو على لي كونديسيون كنستخدمو لا فونكسيون اف. لا فونكسيون اف كاين كنديرو اكس اس ال 2.اف وعندها هاد المره ماشي سيليكت عندها تيست. دونك تيست وكتعطي لا كونديسيون تاع
هاد لا كونديسيون هادي كتكتبها ككونديسيون كيما كنعرفو باستخدام لي زوبيراتور لوجيك اولا لي زوبيراتور دو كومباريزون. كنستخدمو حنا في الاول لي زوبيراتور دو كومباريزون، مثلا كتقول واش ا تساوي 5 ولا شي حاجه بحال هاد الشكل، ولا النوت يعني العكس، ولا الانفيريور. غير كنحيدو هاد الرمز ديال الانفيريور باش ما يخلقش مشكله مع هذا الرمز اللي اصلا كيستخدم كبدايه ديال اون باليز. دونك كنديروا ليه لو سامبول ديالو اللي دوينا عليه ديك المره فاش خدمنا على الدي تي دي اللي هو الاند ال تي يعني ليس دان، وكذلك بالنسبه للسوبيريور غريتر دان. دونك كنديروا الرمز ديالو عوض ما نخدموا هذاك السوبيريور، او كاو كان يعطينا امبيغويت. فمثلا هنايا الا درت له xsl2.if test equal @6 equal h، يعني هنا اش تنقول ليه؟ كنقول ليه @ قلنا @ فاش تنخدموا عليها، سيتادير كنقولوا راه كاينه عندنا اتريبيو، كندويو على واحد لاتريبيو الا يساوي h، الا يعني هذاك ليليمون راه هويا اوم اي افيشي لو نون ديال سا. سي ان تيست لي نقدروا نخدموا عليه صافي، نقدروا نديروا بحالو نخدموا بصفه عامه عليه ولا حاجه اخرى. حنا الا غنتبازاو دائما على ليفغ نجي هنا يعني نحيد مثلا هذا السورس ونقول ليه انايا هنا فوالا نجيبها من ورا هذه الالز اف، يعني غنحيد ليه هذه نخدمو على ليليمون اللي عندنا حنا. حنا ما عندناش سكس دونك غنديرو ليه، نقدرو نزيدوه ندير ليه مثلا بخي اصغر ولا اكبر من 300. من اللي عنده البخي كبر من 300 هو اللي نخدمو عليه، اللي عنده لو بخي كبر من 300 ستادير هو اللي نافيشيو ليه الفاليو ديالو. يعني حنايا هذا ما غيتافيشاش لينا، نافيشيو ليه الفاليو ديال لو البخي ونزيدو حنايا نديرو ليه هنا مثلا لو ليف دو بوان، نعيطو ليه حتى على لا فالور ديال التايتل، نجيبو البخي مع تايتل. لو بري كتكتب بحال خدام في HTML عادي، ولكن في وسطها كتدخل لي فونكسيون ديال XSL تي اللي بغيتيهم اللي غيشدوا لك المعلومات من هاد، بحال مخبي المعلومات في شي فيشي وكتحولهم، بحال عندك معلومات اونغيستري في شي XML كتجبدهم تتافيشيهم حتى بالديزاين اللي بغيتي. دونك هنا قلنا ماشي بري، هنا نديرو تايتل وي فوالا. دونك هنا ما تدوش لي على هادي ديراير لي كريتور، انا باغ ديفو كيطلع الاحمر هنايا فوالا. هانتوما كيما كتشوفو كنقولو لو، نقدر نحيد ليها الجملة حيت ديجا كاين حنا كاتبين ليه هنايا ليفغ، دونك ما نعاودوش نعاودوهاش. هاي كيقولك لو ليفغ كدا ها لو بخي ديالو. هادوك المعلومات هنا راه ما كانوش عندي، ما كنتش عارفهم، الجوج ا لو بخي 1200 هادو راه جابهم ليا هو من فيشي اكس ام ال. دونك هادشي جد مهم، وهادشي راه غيكون من بعد في باج اش تي ام ال، يعني كيتحول في باج اش تي ام ال. حنا هنا كنجربوها باش نشوفوا التوقع ديال هذيك لا باج اش تي ام ال واش غتجبد ليا فعلا المعطيات ولا لا. قلبنا الاصغر دونك عطانا فيها المشكل، الا درنا ليه السامبول ديالو ليس دان و بوان فيرغول فوالا. دونك ها هي ليس دان عاديه كتخدم بالبوان فيرغول كي قلنا. الا بغينا دابا قلنا ليه صغار من 300، دونك دابا الا رديت ليه الخدمه اللي كانت اكبر من 300 اند بخي ليس دان 1000، يعني ما بين 300 و 1000 اللي هما ما بين 300 اكبر من 300 اللي هي 400 اللي عندي هنا فوالا تري بيان. دونك ها هو عطاني لو ريزولطا ديالي كوريكتومون. هنا تتبقى الخدمه ثاني خدمه ديال لا كونديسيون فوالا. دونك بالنسبه لي كونديسيون الا كانوا عندي بزاف الاحتمالات، كاين عندي من غير الاف كاين عندي شوز. شوز هي ليكيفالونت ديال سويتش في السي،
او لا الكا او في الالغوريثميك دونك كيكون عندي مجموعه احتمالات نقدر نديرهم كنديروا مثلا وان كتعطي وان هي عوض الاف كيكون فيها وان وكيكونوا بزاف ديال الوان كدير الحاله الاولى هي سميتها وان كدير تيست حتى هي عندها تيست كتعطي ليها هنايا داك التيست اللي بغيتي دير من بعد وين الاخر حتى تتسالي وفي الاخر كدير اذرويز يعني ديفولت هي اللي كنا كنخدموا في سي ديفولت اولا بوغ لي زوتر كا كدير كذا صافي دونك هذه نقدروا نستغلوها حنايا بهذا الشكل هذه ونجوا نطبقوها هنا فور ايتش قلنا اف حنا الا ما بغيناش نديروا له اف دابا نجي مثلا ونقول ليه نخليو اكس اس ال دو بوين شوز او غنبدا نعطي لي اكس اس ال دو بوين وين تيست حتى هي فيها تيست ايغال وكتعطي لي انت هذاك لو تيست اللي بغيتي نقولوا لي مثلا وين بخي صغار من 300 الى يعني بالنسبه لهذيك 200 الاولى شنو بغيناه يدير يافيشي ليا هاد لي دونك هنا غادي نسد غنحيد دابا هذيك الاف هنا كذلك غنحيد الاف هنا غنسد الوان وغنعاود نفس الخدمه وان وحده اخرى يعني لي وان بالعدد اللي احتاجيت انا فوالا دونك هنا وان غنقول ليه هاد المره الا كان كبر من 300 هاد المره نبدلو له الجمله نقولوا ليه نبداو ببغاف هي راه ما كنبدلوش حنايا الجمله هادشي غير بسيط لي فاهم لي فونكسيون كنبدلو ميم لو ستيل كنحطو كل حاجه في باك المهم مجموعه امور كتبدل ماشي غير الكلمه المهم حنا دابا عندنا هنا الا كان عنده لو بري صغار من 300 خصو يجي ويافيشي ليا لو ليفر تاتات الا كان عنده كبار من 300 يافيشي ليا الاخر يافيشي ليا برافو عاد يكمل فوالا دونك هنايا لو ليفر وي وين وي جو ميكسكوز باقي وقيله ما سديتش الشوز دونك غادي نسدوها اكس اس ال دو بوين شوز فوالا لو بري عطاني الاول هنايا اكبر نهائي فوالا دونك بالنسبه لهاد الاول اللي فيه تحققت فيه الشرط الاول راه خدم عليه بالستيل اللي عطيتو وبالنسبه للاخرين اللي ابليك عليهم السطر الثاني خدم عليهم بالستيل الاخر اللي سابق ليه هنا برافو حنا باش تنديروا الفرق مي بيان سور نقدروا نخدموا على لي كولور نقدروا نخدموا على اوتر ديزاين باش نفرقوا بيناتهم حنا لوبجيكتيف دابا عندنا هو نشوفوا هاد الوان كيفاش كتخدم كما كتشوفوا انا ما درتش الحاله ديال ديفولت هذوك لا ديرنيير اذر ويز ماشي ضروري نديرها كديرها الا بغيتي تخدم يعني انت عندك دوطخ كا بوسيبل فوالا دونك ليكزامبل ما نحتاجوش هو نفسه ماشي نفسه انا عطيتكم اكزامبل اخر دابا اخر حاجه هي ابلاي تومبليت اللي شفنا في الديبار دونك ابلاي تومبليت هذه واحد لا فونكسيون كي بيرمي دو كونتينيي لا ترانسفورماسيون دي زيليمون اون فون د تومبليت هذه واحد لا فونكسيون تاعي جد مهمه ها هي لا سينتاكس ديالها دونك كنديروا لها ابلاي تومبليت وكان يا اما غنعطيها سيليكت ولا ما كنعطيهش ليها سيليكت الا درتي لها ليليمون كتمشي تقلب لك على ليليمون شنو هي لا ريغ اللي كاينه فيه وكتابليكيها الا كانت عندك هنايا سامبل يعني ابلاي تومبليت ما فيهاش سيليكت كنسميوها سامبل ابلاي تومبليت ديك الساعه غادي اكزاميني هي جميع لي نو اللي كاينين في لوردر في الترتيب كاع داكشي تتمشي تتقلب عليه حتى تشوف واش كاين عندك لي زونفون ديال هذاك ليليمون اللي حاط وسطو هذيك بلاي تومبليت حنا هنا نشوفوا مثلا انا درت هذا ماتش في الاول وجيت يعني صوت واحد التومبليت ديالي على ليليمون غاسين يعني الراس ديال لاش ديال من ليفغ مثلا ديال الاكس ام ال وجيت هنايا وقلت ليها اش غديري عطيتها قلت لها قلبي على لي موديل اللي غادي ابليكي لي موديل اللي عنده كاينين في البيرسون يعني انا هنايا حطيتها في وسط بيرسون على بيرسون هي غادي تابليكي فهنايا غتمشي غتقلب واش كاين مثلا صافي وسديت هاد التومبليت الاولى حيت قلنا ممكن انا نخدمو على اكثر من تومبليت هنايا كتجي تنقلبو مثلا كاينه واحد التومبليت وحده اخرى يعني لي غيغ اللي غيتابليكاو على لا باليز نو اش غيتابليكي عليها بوان يعني غتافيشا لو نو
وسدينا وقلنا مثلا بالنسبه للبرينو غادي تافيشا حتى هو دايره ثلاثه لي طومبليت هنا الطومبليت العام على لا غاسين والطومبليت ديال لي زونف صافي انا غنوريكم ان بلوس دو ديتاي من بعد في هادي ها في ليكزامبل الثاني غنوريه لكم دونك هنا انا سوفغارديت لكم في لو كور باش يبقى عندكم لا ديمارش اللي درنا بوغ تيستي هنايا لا ديمارش قلنا خدمنا بليديتور اون لين اللي كاين ديال هذا ديال دوب في 3 سكولز البارتي اكس ام ال كنكتبوها والاكس اس دي ال اكس اس ال تي كنحطوها هنايا هنايا انا عطيتكم مثال جد بسيط هنا في شي اكس ام ال اللي فيه بيرسون هذا اللي خدامه عليه في لو كور في لي زيكزامبل عندنا لو نو لو برينو واحد الاكس اس ال تي اللي هي كتحول لينا هذا لو دوكيمون ل اتش تي ام ال دونك اتش تي ام ال هاد تايتل حط فيه اللي بغيتي الا بغيتي تحط ستاتيك كتحطها بغيتي تجيب شي معلومه من هنا غتخدم لي فونكسيون اللي يلاه شفناهم دابا في الطابلو من بعد عندي بادي وبادي درت انا بونجور سي لو بروميير اكزامبل ابري درت واحد لو باراغراف في فاليو اوف سيليكت بيرسون لي سميتو كنيتو القراعي افيشي ليا ليه لو برينو يعني هو هنايا غيمشي يدخل لبيرسون غيقلب واش كاين شي في لو نو كاين شي حد القراعي وي فاش غادي يقل افيشي هو اش غيافيشي افيشي لو برينو الفاليو اوف ديال البرينو دونك النتيجه اللي غادي يطلع ها هي كيطلع لينا بونجور سي لو بروميير اكزامبل هذا الباراغراف الاول وزينب هذا راه ستاتيك انا اللي كاتبه بايدي وهذه المعلومه الاخرى راه ديناميك حيت جاتني من واحد لو فيشي اكس ام ال فوالا دونك هذا مثال بسيط ديال استخدام ديال الفاليو اوف المثال الثاني جو سيبوز هو ديال الابلاي تومبليت وي دونك هنايا فهموا معايا هذا المثال هنايا درت هذه المره نفسه غير حيت درت بيرسون بالاس ونفس الطريقه اللي كنا خدامين دابا على لي ليفغ درت بزاف ديال لي بيرسون خالد ابراهيم قراعي زينب وعالمي مثلا افيك ايرور دو سيز عالمي احمد ثلاثه ديال لي بيرسون اللي ولاو عندي وبيان سور عندي لي ليمون غاسين فيه بيرسون بالاس بالنسبه للتومبليت اللي خدامين عليهم في اكس اس ال تي الاول ديكلاريت واحد دونك التومبليت عادي على لا غاسين عطيتها سكوليت جينيرال ديال اون باج اتش تي ام ال في وسط البادي قلت لها غادي تقلبي على لي تومبليت اللي كاينين دونك درنا ابلاي تومبليت وسديت سيتادير هي غتمشي تقلب واش كاينين دي ريغل اللي غادي تابليكاو على لي زونفون ديال على هادو على لي بيرسون حيت انايا هنايا خدام على بيرسون دونك كنقول لي غتقلب على لي تومبليت اللي غيتابليكاو الا كاينين غتحطهم هنايا ما بين البادي دوفيرتور ديفيرمينتور وخرجت في حالاتي ما كتبت والو سديت تومبليت ماشي والو هاد ابلاي تومبليت هي اللي خدمات تقول ليها كونتيني البحث ديالك على لي زوتر تومبليت واش كاينين دونك انا من وراء ما سديت هاد التومبليت فتحت تومبليت واحده اخرى يعني ريغل واحده اخرى اللي خاصه هاد المره ببيرسون هنا قلت ليها فيما غادي تلقى هي واحد بيرسون الا كان عندنا بيرسون اش غدير غتجيب لو نو ديالو سي بون دونك غتجيب لو نو ديالو تافيشيه بلوس قلت غادي تافيشي حتى لو برينو ديالو وسديت ابل يعني عندي واحد التومبليت اللي خاصه ببيرسون وهنا قلت لها ابلاي تومبليت هانتوما هنايا هذه مهمه فاش غنجي النتيجه راه هي اللي غتعطيني النتيجه ديال السميه والكنيه بيناتهم واحد لو بلوس كما طلبت وكلهم يعني تابليكات ليا بيرسون على جميع لي بيرسون بلا ما نحتاج ندير فور اتش هذه واحد يعني المعلومه جد مهمه ديال طريقه تاع كيفاش نقدروا نخدموا على كل شيء بلا ما نحتاجوا نديروا فور اتش دونك هنايا نفس الفكره غنحيدوا هذا الشيء اللي خدمنا بشوز ونخلو فور اتش اللي كنا دايرين قبيله دونك فور اتش فور اتش اش كنت دايره غادي نجي نافيشي وقلنا ليه بي نقولوا اكس هادي هنا غنعاود نفس الخدمه قلنا غادي نديروا ليه في الاول دابا فور اتش عاديه قلنا افيك لو بري دو بوين غيعطينا قلنا السميه ديال لو ليفغ هنايا في الاول ماشي نديرو تايتل على كل ليفغ كيدخل ليه كياخذ التايتل ديالو لو بري فوالا دونك ليفغ 1 افيك لو بري 200 ليفغ 2 افيك لو بري 1200 وليفغ 3 افيك لو بري 400 دابا هادي بالفور اتش هادي بالفور اتش شوفوا معايا دابا الطريقه اللي غنخدموها بلا فور اتش
كنحيد هاد الجزء هذا كله وكنقول لي انا هنايا اكس اس ال تيغي طون ماشي تيغي ب 6 دون دو بوين ابلي تمبليتس بليت بالاس هنايا بغينا نديرو ليه سيليكت كنديروها ما بغيناهاش كنديرو هكا وهو كيغوشيرشي تو لي زونفون ديال حنا فين كاينين حنا فين كاينين كاينين في بيرسون دونك هو يمشي يقلب على لي ريغل صافي وتنخرج تنسالي هاد التمبليت هادي وكنفتح واحد التمبليت وحده اخرى اكس اس ال دو بوين تمبليت تمبليت هادي غندير ليها سيليكت ايغال على اش غادي نخدمو مثلا على ليفر ايه على ليفر اشنو غنسد التمبليت باش ما نساوهاش اكس اس ال دو بوين تمبليت وهنايا غادي نديرو الخدمه ديالنا اللي بغينا نديرو اللي كنا قبيله حنا دايرينها فور اتش انا كوبيتها غنحيد الفور اتش من عندي بها غرض تحيدات شنو هي الخدمه على كل ليفر قلنا فاش تنكونوا فاصل ليفر كنسيليكسيونيو لي لو تيتغ وكنديرو لو بري هنايا غادي نبدل لو ندير لو باش يبان الفرق لو باش نشوفوا ان تغيرات خص يعطينا بحال هذا الشيء غير سابقه له هي ماتش ماشي سيليكت ماتش بالنسبه للتمبليت كتكون ماتش ما كتكونش سيليكت فوالا دونك كما كتشوفوا هو كيعطيني النتيجه صحيحه لو ليفر ا لو هذا دونك ها هي هذه طريقه تاع اننا قدرنا نخدمو هنايا كتقول تستخدم ابلي تمبليت وكتعطي ليه مره واحده ليفر اش غيدير هو غيبوكلي عليها اوتوماتيكو حيت هو يقلب على تو لي زونفون اللي كاينين